أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المصدر أونلاين، قصة صحفيين يمنيين خرجوا للبحث عن الإنترنت ولم يعودوا إلى بيوتهم منذ 5 سنوات. صحيفة بريطانية، التطورات في عدن تعزز انقسام البلاد كما حدث في المستعمرة البريطانية سابقا. من أخبارنا المنوعة، لصوص في ألمانيا يهددون الضحايا بحقنهم بكورونا. أهلا بكم. أول ما فعلت ميليشيا الحوثي بعد سيطرتها على صنعاء هي إغلاق الصحف المعارضة وحجب المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت، وأدى القصف الجوي والحرب البرية إلى تدمير شبكة الكهرباء، ودخلت البلاد في ظلام دامس. بالنسبة للصحفيين فقد كانت الفنادق هي الوسيلة المتاحة التي تقدم خدمة الإنترنت والكهرباء في صنعاء التي عاشت حالة من الذعر والانغلاق. في فجر الثلاثاء 9 يونيو 2015 اعتقلت جماعة الحوثيين 9 صحفيين من فندق قصر الأحلام بشارع 60 في صنعاء، ومنذ ذلك الحين وهم في المعتقل دون تهمة واضحة. وعنون موقع المصدر أونلاين، قال لهم القاضي الحوثي: أنتم أعداء الوطن. رحلة الصحفيين من غرفة عمل في فندق إلى حكم بالإعدام، وخلال سنوات حجزهم تم نقلهم بين سجن احتياطي الثورة وسجن البحث الجنائي وسجن احتياطي هبرة، ثم استقر بهم الأمر في سجن الأمن السياسي. ذكرت منظمة العفو الدولية أن الصحفيين تعرضوا للتعذيب وإساءة المعاملة في البحث الجنائي، بما في ذلك الضرب والصفع على الوجه أثناء التحقيقات. بعد حوالي 4 سنوات من الاختطاف والسجن، بدأت جماعة الحوثيين محاكمتهم ووجهت لهم تهم، بينها إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة. كانت الأمهات والزوجات يطرقن أبواب المنظمات ومراكز الشخصيات المقربة من الحوثيين من أجل أبنائهن، وفي خضم كل هذا كان المزيد من الوعود. لكن الواضح أن 5 سنوات من الركض والبكاء والمناشدة والتنديد فشلت في إعادتهم. وفي بيان تفيض منه لغة الشعور بالخذلان، قالت عائلة الصحفيين: إننا نمر بلحظة قاسية للغاية ونشعر بالألم أضعافا مضاعفة، ولم نعد نحتفي بالبيانات ولا بالتصريحات، ونعيش صراعا في دواخلنا. تواصلت ردود الفعل اليمنية لليوم الثاني على التوالي رفضا لإعلان المجلس لانتقال الجنوب المدعوم إماراتيا الإدارة الذاتية في المحافظة الجنوبية، معتبرين ذلك تمردا جديدا على السلطة الشرعية واتفاق الرياض. وعنون موقع يمن مونيتور: تواصل ردود الفعل اليمنية الرافضة لإعلان الانتقال الإدارة الذاتية لجنوب البلاد. دعا البرلمان اليمني رئيس البلاد عبد رب منصور هادي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة لوقف عبث المجلس لانتقال الجنوب المدعوم إماراتيا، معلنا رفضه لأي خطوات تتعارض مع مخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية واتفاق الرياض. من جهته أدان الائتلاف الوطني الجنوبي أحد المكونات السياسية الجنوبية المؤيدة للحكومة الشرعية التمرد المسلح للمجلس الانتقال في عدن، واصفا ما قام به الانتقال بالحماقة والتعدي الصارخ على صلاحية الرئيس هادي وخدمة للحوثيين ومحاولات بائسة لقمع الاحتجاجات الشعبية في عدن. بدورها أعلنت اللجنة المنظمة للاعتصام السلمي وفروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة المهرة رفضها القاطع لما ورد في بيان الانتقال الجنوبي بشأن الإدارة الذاتية للمحافظة الجنوبية. كما أعلن مجلس الإنقاذ الوطني اليمني الجنوبي في محافظة أرخبيل سقطرى وقوفه خلف القيادة السياسية والعسكرية متمثلة بالرئيس هادي، مؤكدا رفضه لبيان المجلس الانتقالي. الفوضى، متنفس ميليشيا الحوثي والانتقالي. تحت هذا العنوان كتب سليم بن عبد العزيز مقاله المنشور في الصحوة نت، وجاء في أجزاء من المقال. جاء
تعتبر الفوضى أحد أهم الأسباب التي تسهم في خلق ميليشيا الحوثي والانتقال الانفصالي على حد سواء. فبقدر ما تشكل الفوضى تلك هدفاً للميليشيا أياً كانت، بقدر ما أن تلك الفوضى تصبح بمثابة المتنفس لها. الفوضى المنظمة تساوي الميليشيات، وإعلان المجلس الانتقالي عن حالة الطوارئ وتنصيب نفسه حاكماً يأتي بقصد خلق مزيد من الفوضى كانعكاس لأزمته المجتمعية، إذ هو وجودياً بحكم المحتضر، فأرادها مزيداً من الفوضى وتعميق الأزمة، علها تكون الطريقة التي ستخرجه من أزمته تلك، وصولاً إلى هدف تنظيم تلك الفوضى التي يعتاج عليها ومن خلالها، وبما ينطوي على ذلك من ضرب للدولة اليمنية وتمزيق عروى ونسيج مكوناتها الاجتماعية، ناهيك عن اتخاذ تلك الفوضى والتأزيم الناتج عنها سبيلاً للتجنيد السياسي والتعبية وحشد الإمكانيات المتاحة وتعبية موارده المادية باتجاه خلق واقع مغاير يؤسس لمرحلة مختلفة يكون المتحكم والفاعل الرئيسي فيها، ومن ثم القبول بالواقع الذي أنتجه. يقول الموقع بوست إن مسؤولا في الحكومة قال إن الإمارات دربت 54 عنصرا على قيادة المروحيات في أبوظبي لتنفيذ انقلاب في محافظة سقطرى. يضيف المصدر أن الإمارات أعدت أكثر من 270 عنصرا ودربتهم لتنفيذ عملية انقلاب على الحكومة في سقطرى. أكد أن الإمارات جهزت سفينة وقوارب ومروحيات لتنفيذ عمليات إنزال في سقطرى، كما قامت باستغلال رحلة مدنية أسبوعية دعت أنها إغاثية لنقل عناصرها إلى سقطرى. كما فشلت الإمارات بحسب الموقع في شراء ولاء 13 ضابطا بالجيش للانقلاب على الحكومة في الجزيرة. مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات توفيت الدكتورة رؤوفة حسن، مؤسسة قسم الإعلام في جامعة صنعاء، وعلى يديها تتلمذ عشرات الصحفيين اليمنيين، وما تزال ذكراها عصية على النسيان. موقع أنسم خصص لإحياء هذه الذكرى مساحات عدة، وقد تحدثت أكاديميات عربية عن ما تركته الدكتورة رؤوفة. وقالت مديرة مركز التدريب الإعلامي في مركز المرأة العربية للدراسات والتدريب: اعتدال مجبري. رؤوفة حسن طبعت بدايات اهتماماتي بالصحافة، وقالت عنها: كانت تحمل معها حلم القضاء على الجهل والتعليم للجميع والمساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية. في اليمن، رؤوفة اليمنية الحاملة لليمن الديمقراطي داخلها، اليمن التراث والحضارة. عملنا على التفكير في شبكة عربية، وفي كل مرة تقفز قضايا هدفين والمعلنة إلى طاولة التفكير بابتسامة وقدرة على الإقناع قلما نجد لها مثيلا. تضيف: كان تمنيتها صادحة بذاك الصوت العالي المتزن الصادق في الثورة اليمنية بما كانت تحلم بتحقيقه لليمن في شوارع اليمن. رؤوفة حسن اسم عصي على النسيان. تحت هذا العنوان كتبت أستاذة الإعلام والاتصال بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار سلوى شرف مقالها المنشور في موقع أنسم مضيفة: أتذكر رؤوفة حسن كثيرا، فهي امرأة يصعب نسيانها. أتذكر وجهها المتحرر وثقافتها العالية وجديتها في البحث العلمي ونضالها المستميت من أجل حقوق المرأة العربية عامة وليس اليمنية فقط، والذي دفعت ثمنه غاليا باضطرارها إلى مغادرة وطنها بعد أن كفرها المتزمتون. إنها امرأة حرة عرفت باستقلالها التنظيمي وعدم انتمائها إلى أي حزب سياسي، لكن لرؤوفة وجها آخر قد لا يعرفه من استمع إليها في المحاضرات فقط. فكلما أتذكر رؤوفة أرى ابتسامتها السخية المضيافة وترن في أذني ضحكتها المجلجلة الطفولية. رؤوفة حسن تختزن ثقافة شاسعة، وهي قادرة على اختزال الأحداث دون التفويت في العمق، وقد أثرت كثيرا في الإعلاميين الحاضرين، وتمت دعوتها في عدد كبير من وسائل الإعلام اللبنانية والغربية وحتى الهندية، وبذلك شكلت النقطة المضيئة في المؤتمر وساهمت في التعريف به. رؤوفة النحيلة لا تكل ولا تمل، فخلال إقامتها في هولندا كانت أستاذة محاضرة في عدد من الجامعات هناك،
وأيضا في الدنمارك وتونس، وبعد 4 سنوات قررت العودة إلى اليمن، وركزت نشاطها في تأسيس مؤسسة تنمية البرامج الثقافية التي عملت على تنفيذ عدد هام من المشاريع في كل أنحاء اليمن، وقامت خاصة بحملات لزيادة مشاركة المرأة في المجال السياسي، فنجحت في تمرير مسودة قانون إلى البرلمان اليمني يخصص كوتا بنسبة 15% من المقاعد للنساء في البرلمان، ولكن التيار الديني المتطرف في البرلمان منع المسودة من التحول إلى قانون. رؤوفة حسن معروفة في تونس في الأوساط المثقفة والمناضلة من أجل حقوق المرأة. قلت إن رؤوفة لا تكل ولا تمل، فهي من طينة فريدة ونادرة مثل اسمها. لقد ظلت رؤوفة تكتب مقالها الأسبوعي من المستشفى وتنشره إلى آخر يوم في حياتها. صحيفة الغارديان البريطانية نشرت تقريراً لمراسل الشؤون الدبلوماسية باتريك وينتور تحت عنوان أزمة في اليمن والانفصاليون يعلنون الحكم الذاتي، يقول إن الحكومة اليمنية المدعومة سعودياً حذرت من كارثة بسبب إعلان حركة الانفصاليين القوية فرض الحكم الذاتي على المناطق الواقعة تحت سيطرتها، بينها عدن ومدن رئيسية أخرى في الجنوب. ويشير إلى أن الحكومة الإماراتية على الجهة المعاكسة تساند المجلس لانتقال الجنوبي الانفصالي في مساعيه، وهو الأمر الذي يعتبر أنه قد يزرع بذور الشقاق بين الحليفين الخليجيين ويضعهما في مواجهة بعضهما، بما يعقد الأزمة في اليمن ويقوض فرص التوصل إلى اتفاق بين الجهات المتصارعة في البلاد. ويعتبر وينتور أن هذه التطورات تعزز احتمالية انقسام البلاد جغرافيا كما حدث في المستعمرة البريطانية السابقة وحتى العام 90. يضيف أنه رغم إعلان المجلس فرض حالة الطوارئ في عدن وكل مدن الجنوب، إلا أن هناك الكثير من المعارضة في أغلب محافظات الجنوب لهذه القرارات ورفض الانصياع للمجلس، ما ينذر بمزيد من التشظي في البلاد. قال أيضا أصبحت الرياض محصورة بين عدم قدرتها على الحسم عسكريا بعد 5 سنوات من الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، هذا من جانب، ومن جانب آخر ظهر الانشقاق في صفوف القوات الموالية لها، وهو ما يجعلها ترسل إشارات توحي باستعدادها لقبول حل سياسي لو كان الحوثيون يقبلون ذلك. العولمة ستبدو مختلفة تماما بعد جائحة فيروس كورونا. تحت هذا العنوان كتب الرئيس التنفيذي لمركز الأمن الأمريكي الجديد ريتشارد فونتون مقاله المنشور في الغد مضيفا: في واقع الأمر كانت العولمة في حالة تراجع مسبقا قبل فترة طويلة من تفشي المرض، ووصلت ذروتها قبل الأزمة المالية العالمية في العام 2008، ولم تتعافى أبدا منذ ذلك الحين. وسوف يسلط هذا الوباء الضوء بالتأكيد على المخاطر الكامنة في الاعتماد المفرط على سلاسل التوريد العالمية، ويحث الحكومات على إعادة توطين الإنتاج، ويشدد على مفهوم الاعتماد الدولي المتبادل. والنتيجة الأكثر ترجيحاً هي حدوث تسارع في التغييرات التي كانت جارية منذ فترة طويلة نحو شكل جديد مختلف وأكثر محدودية من العولمة. أدى الترابط العالمي والاعتمادية المتبادلة في السلع والخدمات ورأس المال والأشخاص والبيانات والأفكار إلى تحقيق فوائد لا يمكن إنكارها، لكن مخاطر هذه الاعتمادية دخلت حيز الوعي العام بشكل كامل خلال هذا الوباء. بالنسبة للمستهلكين في الولايات المتحدة، جاءت أول علامة مرئية عندما أدى إغلاق المصانع في الصين إلى تأخير في قيام شركة أبل بتسليم الهواتف المحمولة، واستمر ذلك بينما أبلغت شركات أخرى عن حدوث انقطاعات في إنتاجها. وعندما انتشر الوباء في الولايات المتحدة، أن 72% من المرافق التي تنتج المكونات الصيدلانية للاستهلاك الأمريكي تقع في الخارج، معظمها في دول الاتحاد الأوروبي والهند والصين. ويقال أن الحصة تصل إلى ارتفاع يقترب من 97% في صناعة المضادات الحيوية. وبعد ذلك لم تتوقف الدول الليبرالية المنخرطة عالمياً مثل فرنسا وألمانيا
عند إغلاق حدودها أمام المسافرين فحسب، بل ومنعت تصدير أقنعة الوجه حتى إلى الدول الصديقة. وعندما تحارب كل دولة فجأة من أجل نفسها، تبدو فكرة الاعتماد الدولي المتبادل جديرة بإعادة التفكير على أقل تقدير. يبدو أن السلاح الجديد لعمليات السطو والجرائم في زمن كورونا عبارة عن حقنة مليئة بالفيروس الذي ينشر الرعب في أنحاء العالم، فهذا تماما ما حصل في مدينة ألمانية خلال عمليتي سطو في يوم واحد. فما الذي حدث بالضبط؟ يقول موقع ألماني: خلال عملية سطو في مدينة ألمانية حدث ما لم يكن في الحسبان، عندما قبض على لصين قاما بعمليتي سرقة في المدينة نفسها في اليوم نفسه والطريقة ذاتها. يقول موقع الدي دبليو: هدد اللصان رجل وامرأة العاملين في سوبر ماركت بحقنة كورونا أثناء عمليتي سطو لسرقة الملابس والطعام. وعندما ألقي القبض على اللصين سحب الرجل حقنة من جيبه وهدد الموظفين بأن لديه كورونا، مشيرا إلى الحقنة ولاذ بالفرار مع المسروقات وشريكته. اللصان تم التعرف عليهما من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة، وهو معروفان لدى السلطات بإدمانهما على المخدرات وليس لديهما عنوان مسجل، لكن البحث عنهما ما زال مستمرا. حدثت بلبلة وجلبة في السودان قبيل الإفطار، والسبب بحسب صحيفة القدس العربي: بث التلفزيون الرسمي في السودان أذان المغرب قبل 10 دقائق من موعده. أشارت وسائل إعلام محلية بحسب الصحيفة إلى أن السودانيين فوجئوا قبيل غروب الشمس ب10 دقائق في ثاني أيام شهر رمضان برفع أذان المغرب. الأمر تسبب في ارتباك معظم من كانوا يشاهدون التلفزيون، خصوصا أنهم كانوا في انتظار موعد الإفطار مع إغلاق الكثير من المساجد بسبب تفشي فيروس كورونا. أوضحت المصادر أن عددا من الأسر أفطرت على هذا التوقيت الغريب، فيما لم يصدر التلفزيون الرسمي أي توضيح حول الحادث. يقبع حوالي نصف سكان العالم في الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا، وهو ما أعطى الفرصة للحيوانات لاستكشاف حياة المدن في هدوء ودون إزعاج من البشر. الصور التالية والمنشورة في الموقع الألماني دي دبليو تظهر ذلك، فلنتابع. عدد من رسومات الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة من حلقة اليوم. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.